نعم أماف نعم يا أختي مرحبا أنا آسيا فتاة صينية تتحدث اللغة العربية لا يا عم بس هشرب حلا بالدخل كم في الشهر؟ 7 جنيه كم؟ 7 جنيه في الشهر؟ في الشهر عندك أولاد؟ عندي 7 في الشهر؟ 7 أولاد 7 أولاد فاتورة يا أستاذ شو بدك مسترد اللحاس؟ لحظة شوي والله يا أستاذ في زبائن عم يأكلوا ويملسوا ولا يدفع فاتورة لحيك لازم تدفع حلا بس مالك شايف انه المبلغ كبير ليش كل حلقات انا ما دخلني بالاسعار بدك شوف المعلم على اي بشوف المعلم ها من تو شكو وادو هيك شنو هذا حجي جديد عمي ام ضيفك نظيف لا لا كويت ولد بدنا عادل بحكي جينا جوتي جي كرا سخصة يا قلتي السخصة وده اللي كان ناقصني حلو وكاريزما وعجبني قلبي شافه نط فجأة من مكانه قام بايسني أما عن إحساسي بيه هحكي إيه أنا ولا إيه مش مبالغة ومش بهزر فين هلاقي كلام يا بحكة نعم أماف نعم يا أختي لما تتكلم مع مدارس بتعطيك احترام لها وتتفاضل بتون طاف طب حد فيكم يكلمها ببلاش انا اكلمها مدارس بازت يا كدان بتقولي اف بتقولي اف بعد 14 سنة خدمة سنة بتقولي اف